سيتكين رغم استمرار أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، نجحت الليرة التركية اليوم بالتغلب على مرحلة التهاوي الكبير الذي شهدته قبل شهور. هل نستطيع القول بالفعل أن الليرة التركية اليوم خرجت من أزمة جائحة كورونا؟ يعني بداية سيد الكريم لنؤكد أو نوضح للمشاهدين الكرام أن الليرة التركية والاقتصاد التركي إلى جانب تداعيات فيروس كورونا تعرض خلال الفترة الماضية، السنوات القليلة الماضية وخاصة خلال الأشهر الماضية بالتحديد، لهجمات كبيرة ولمضاربات كبيرة في العديد من العواصم العالمية. هذا فيما يتعلق بالليرة. أيضا الاقتصاد التركي تعرض لهجمات متعددة من جهات عديدة في العالم من مختلف الدول، وبالتالي كانت الحرب كبيرة والدفاع التركي كبير وقوي جدا، سواء فيما يتعلق بالدفاع عن الليرة أو عن الاقتصاد التركي. واضح أن الأرقام التي نشاهدها خلال الأيام الماضية فيما يتعلق ب سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي أو اليورو الأوروبي، واضح أن هذه الدفاعات التركية فيما يتعلق بالليرة تؤتي أكلها وتؤدي إلى نتائج إيجابية، وهذا ما يقوله خبراء اقتصاديون حسب ما قرأنا واطلعنا خلال الأيام الماضية. يقول الكثير من الخبراء أيضا أن الليرة التركية ستشهد مزيدا من التحسن خلال الفترة المقبلة نتيجة أسباب عديدة أو نتيجة سياسات متعددة اقتصادية ومالية بدأت الحكومة التركية تنتهجها بشكل جديد خلال الفترة الماضية، خاصة أيضا قضية أن الحكومة التركية استطاعت أيضا أن تكبح تفشي فيروس كورونا، إلى جانب استطاعة الحكومة معالجة المرضى بهذا الفيروس. هذا الأمر أيضا أو هذه الصورة الصحية الإيجابية انعكست على الاقتصاد التركي وعلى الليرة التركية، وبالتالي عوامل إيجابية كثيرة تحققت أدت إلى الأرقام التي نراها وتحسن سعر صرف الليرة التركية كما هو متابع وملاحظ من العديدين، بعد أن كانت خلال الفترة الماضية الليرة التركية كادت تلامس يعني كل 10 ليرات تركية دولار واحد، وهذا رقم كبير. الآن عدنا تقريبا إلى حدود 7 ليرة لكل دولار، وبالتالي هنا هذا تحسن كبير جدا وفق الخبراء الاقتصاديين. نعم، طيب السؤال هنا سيد تكين، كيف ساهم الشعب التركي إذن بالمقابل في التصدي لانهيار الليرة التركية أو التصدي للحرب الاقتصادية التي مورست على تركيا وشعب تركيا؟ طبعا إلى جانب الإجراءات الحكومية التي اتخذت، تغيير وزير المالية، اتباع سياسات مالية جديدة أعلن عنها وزير المالية الجديد في تركيا، إعلان تركيا خطة اقتصادية جديدة سوف يكشف عن بنودها بشكل متقطع وبشكل دوري خلال هذه المرحلة والمرحلة المقبلة، كان بطبيعة الحال للشعب التركي وحتى لمناصري الشعب التركي من الخارج ولغير الأتراك الذين يقيمون في الداخل التركي، كان لهم دور كبير في التصدي للحرب الاقتصادية التي تعرضت لها تركيا وما زالت تتعرض لها، لم تنتهي هذه الحرب حتى الآن. ساهموا بتحسن الليرة، ساهموا بتقوية الاقتصاد والدفاع الاقتصادي من خلال الإصرار على الصناعة، من خلال الإصرار على التصدير، من خلال الإصرار على التعامل بما مكتوب عليه صنع في تركيا، من خلال الإصرار على التعامل بالليرة التركية سواء في الداخل التركي. وسمعنا وقرأنا وشاهدنا آلاف الحالات خارج تركيا، كان الناس هناك يتعاملون بالليرة التركية دعما لهذه الليرة، وبالتالي حملات التضامن وحملات الوطنية إن صح التعبير في الداخل التركي كانت مساندة للإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتبعت هنا في تركيا من قبل الحكومة التركية، وبالتالي كل هذه الأمور الإيجابية ترابطت مع بعضها البعض
وبدأنا نشهد التحسن الإيجابي بالاقتصاد التركي. نشير هنا إلى أن رغم جائحة كورونا، رغم الحرب الاقتصادية الشرسة التي كانت تشن على تركيا والتي لم تنتهي، رغم أيضا الحرب الشرسة التي تشن على الليرة التركية والتي لم تنتهي أيضا، تركيا هي الدولة الوحيدة في العالم إلى جانب الصين فقط حققتا، يعني تركيا والصين فقط ضمن مجموعة العشرين حققتا نمو اقتصادي إيجابي في العام 2020، وكل الدول الأخرى في مجموعة العشرين، وهي مجموعة التي تضم أقوى اقتصاديات العالم، وبالتالي الدول الأخرى دون مجموعة العشرين، يعني في العالم نستطيع أن نقول أن تركيا والصين حققتا نموا إيجابيا في العام 2020. هذا نتيجة السياسة الاقتصادية المتبعة، نتيجة الصناعة، التصدير الكبير. تركيا صدرت ما يقارب 700 مليار تقريبا العام 2020، وبالتالي هذا رقم أيضا ضخم ومهول، ساهم بدعم الاقتصاد والليرة التركية، فضلا أيضا عن توقعات من مؤسسات دولية تعنى بالشؤون الاقتصادية بأن يحقق الاقتصاد التركي نموا ملحوظا أكبر خلال العام الجاري. نعم، في الفترة الماضية سيد تكين شهدنا حربا اقتصادية غير مسبوقة وجهت لتركيا، كانت هنالك دعوات من بعض الدول العربية لمقاطعة المنتجات التركية كما شهدنا في الفترة الماضية، وأيضا ضغوطات اقتصادية وعقوبات فرضت على تركيا من قبل إدارة ترامب في الفترة السابقة. إذن هل نستطيع القول أن المستهدف من هذه الحرب الاقتصادية هو الضغط، أو الهدف من ذلك الضغط على الحكومة التركية للانصياع إلى قرارات تكون متماهية سواء مع الإدارة الأمريكية أو مع بعض من الدول العربية، أم إن الهدف من ذلك بالأساس هو الشعب التركي؟ يعني سيدي الكريم، كثير من الجهات الدولية وربما على رأسها الولايات المتحدة ومن يتبعون الولايات المتحدة في المنطقة، يعني هم ليس لهم تأثير كبير، التأثير الأكبر للسيد، والولايات المتحدة هي التي تقود هذه السياسات أو جزء كبير في الولايات المتحدة. هناك كثير من المسؤولين الأمريكيين يرفضون هذه السياسات العدائية تجاه تركيا. طبعا هذه السياسات كانت بشكل واضح ترفض السياسات التركية المتعلقة بسعي تركيا للاستقرار بالقرار السياسي والقرار العسكري والقرار الاقتصادي والقرار بشكل عام. تركيا تريد أن تستقل بقرارها، هناك رفض إقليمي ودولي من بعض الجهات لهذا الأمر. حاربوا تركيا بقضايا عديدة، بآخرها ربما قضية وصلوا للذروة بالانقلاب، بمحاولة الانقلاب العسكري في تركيا في تموز 2016 وفشل، وبالتالي الورقة الأخيرة التي بقيت معهم هي ورقة الاقتصاد والعملة، وبالتالي حاولوا أيضا، ورأينا أن الحرب الاقتصادية على تركيا بلغت أشدها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، يعني هم فشلوا بالانقلاب وبالتالي انتقلوا للمرحلة الثانية أو الورقة الثانية هي الاقتصاد. أيضا حاربوا الليرة التركية، عمليات مضاربة كبيرة شهدتها الليرة التركية في مصارف كبرى في لندن وفي نيويورك خلال السنوات الثلاثة الماضية، كل هذه الأمور فشلت، وكل هذه المساعي هدفها هو الهدف الانقلاب الأساسي الذي حصل أو محاولة الانقلاب. عرقلت تركيا، إعادة ضبط الإيقاع التركي وفق ما تريده العواصم الغربية الكبرى وبعض التابعين لها في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هي محاولات كانت ربما في بعض النواحي قاسية، نعم كانت شديدة على تركيا، ولكن تركيا لم تستسلم، قاومت، أصرت على الصناعة، أصرت على التصدير، أصرت على معالجة أو تطوير بعض القوانين المالية والاقتصادية في الداخل التركي، وبالتالي واجهت، لم تستسلم للحرب الاقتصادية، واجهت أيضا. ونحن نرى كما ذكرنا في البداية نتائج هذه المواجهة التركية بالتحسن الملحوظ للليرة التركية والتحسن الملحوظ بأداء الاقتصاد
التركي، وبالتالي نستطيع أن نقول إلى الآن هم فاشلون بالحرب الاقتصادية على تركيا، ولم يستطيعوا أن يحققوا هدفهم. يعني في عندما كادت الليرة التركية تلامس 10 لرات للدولار الواحد قبل نحو شهرين تقريبا، قرأنا العديد من المقالات والتحليلات، وشاهدنا العديد من المقابلات التلفزيونية لصحفيين ونشطاء ومحللين طبعا بين أقواس، يفرحون ويقولون أن الليرة التركية ستصبح يعني كل دولار 20 ليرة، وستنهار الليرة التركية وسينهار الاقتصاد التركي وستخضع تركيا، كانوا يستخدمون هذه المصطلحات، ستخضع تركيا لنا وستكون كما نريد، ولكنهم فشلوا في نهاية المطاف. لذلك الآن مع تحسن الليرة التركية لا نراهم، من كان يقول هذا الكلام وهم يوثلون حكومات في الإقليم والعالم، لا نراهم الآن لا على شاشات التلفزة ولا في المقالات وفي الصحف بين قوسين التي يكتبون بها، وبالتالي فشلوا برأيي حتى الآن بالحرب الاقتصادية، وأظن أنهم سيفشلون أيضا في المرحلة المقبلة، لأن الداخل التركي بمعارضيه وبموالاته متوحد تجاه هذا الأمر، لأن من يضرب أو يحاول أن يضرب الاقتصاد والليرة التركية هو لا يضرب حزب العدالة والتنمية، وهو لا يضرب فقط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو يضرب الشعب التركي، وهذا الأمر واضح لدى الشعب، يضرب الشعب التركي بموالاته بمعارضته، وبالتالي هنا يتوحد الشعب، وبالتالي يدافع الشعب التركي مع حكومته ومع مناصريه في الداخل وفي الخارج، واستطعنا حتى الآن أن نتجاوز مرحلة الخطر برأيي فيما يتعلق بالاقتصاد. طيب سيد تكين، لو انتقلنا إلى الأوضاع الخارجية، طبعا سياسة تركيا في ملف إقليم قرباه مثلا أو الصراع في مياه المتوسط ساهم هذا الأمر بشكل أو بآخر في هبوط سعر الليرة التركية، الآن مع تعافي الليرة التركية هل نستطيع القول بأن السياسة التركية نجحت في هذه الملفات؟ نعم سيد الكريم، طبعا كما تفضلت وذكرت ما قامت به تركيا من دعم للجيش الأثري في كارباغ ضد الاحتلال الأرميني، التهديدات بعمليات جديدة في الشمال السوري، متابعة العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في الشمال العراقي، أيضا التحركات العسكرية التركية في منطقة شرقي المتوسط. بطبيعة الحال هذه التوترات العسكرية ستؤثر على اقتصاد مرن وعملة مرنة كعملة تركيا الليرة التركية والاقتصاد التركي، وبالتالي كان لها تأثير بطبيعة الحال، ولكن مقارنة بالنتائج الحرب التي كانت تشان تأثيرها كان ضئيلا نوعا ما، ولكن النجاحات التي حققتها تركيا في هذه الميادين الأربعة بالتحديد الميادين العسكرية، وكذلك لا ننسى ليبيا أيضا هناك النجاح التركي بالتعاون مع الحكومة الشرعية، هذه النجاحات انعكست إيجابا على قضية الاقتصاد وعلى قضية الثقة بالاقتصاد التركي، وبالتالي زادت الاستثمارات الأجنبية وخاصة العربية في السوق التركية. نجاحات تركيا العسكرية أدت للثقة بالاقتصاد التركي والثقة بالسياسات الاقتصادية التركية، وبالتالي كانت نتائج النجاحات العسكرية إيجابية على الاقتصاد. يعني لا قدر الله لو كانت تركيا فشلت ببعض هذه الميادين عسكريا لربما رأينا نتائج معاكسة ومخالفة لما نراه حاليا.